عمر، كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان، كابتن الكبير الكابتن شريف عبد الفضيل، اكيد بنقول هارد لك. اكيد النهارده المنتخبنا الوطني كان عندنا امل كبير اكيد النهارده ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، بغض النظر طبعا عن هدف نجمنا الكابتن محمد صلاح. عايز اقول لك هنا في النادي الاهلي الجزيره كانت الاجواء رائعه جدا، الساعه 2 الظهر كانت يمكن النادي ممتلئ على الاخر، زي ما بنقول النهارده كان عائله النادي الاهلي بتشاهد مباراه مصر وروسيا. معايا كمان احد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، بنقول هارد لك النهارده اكيد لمنتخبنا، لكن بشكل عام زي ما بنقول النهارده عائلة النادي الاهلي كانت مجتمعه بتشاهد المباراه في مقر الجزيره. الاول ده شايفه ازاي وتابعت المباراه ازاي؟ احنا كلنا كنا جايين نفرح وجايين عندنا امل كبير جدا في المنتخب، بس للاسف خيبت امل كبيره جدا ما كناش متوقعينها بصراحه. المنتخب الروسي كان يعني على ارض الواقع كان في المتناول، بس ما توقعناش خالص ان احنا للاسف في الشوط الثاني يحصل اللي حصل ده. كلنا صدمنا صدمه كبيره بجد للجماهير المصريه كلها، كله كان جاي يفرح وكان كنا جايين وعندنا امل كبير جدا ناخد 3 نقط ونكمل في المجموعه، لكن للاسف خيبه امل المنتخبات العربيه كلها مش مصر بس. شفنا المغرب وشفنا تونس امبارح قدام انجلترا، للاسف قله الخبره نقدر نقول اللي هي كانت سبب في المنتخبات العربيه بالذات ان احنا يجي فينا اهداف بالطريقه دي او كمان في اخر دقيقه. شايف ان دي قله خبره شويه من المنتخبات؟ اكيد طبعا اكيد، بالذات خط الدفاع في اخطاء كبيره جدا في التمركز، يعني الخطا الاولاني احمد فتحي والخطا الثاني برضه غلط برضه في التمركز، ما فيش خالص تمركز صح. وللاسف برضه حتى خط الهجوم للاسف برضه في مش قريبين من بعض. محمد صلاح برضه نازل خايف لسه راجع من الاصابه، ما قدرش نحمله طبعا المباراه كلها طبعا. وانا شايف سوء كمان في التغييرات برضه ما كانتش واضحه وما كانتش في التوقيت الصح، يعني في تغييرات يعني كان المفروض في تغييرات بدل عن كده، مروان محسن كان ممكن بدل عن كده. هارد لك الحمد لله. مستمرين معاكم وكمان معانا احد اعضاء الجمعيه العموميه، قول لي النهارده تابعت المباراه ازاي؟ شفت الجيم ازاي؟ كان عندنا امل النهارده ان احنا نكسب، لكن قول لي شفت الجيم النهارده ازاي؟ والله انا لعبنا شوط يعني الشوط الاول 10 على 10 ما عرفناش نحط جون، هم لعبوا 5 زي حطوا 3 اجوال. بس بصراحه احنا عايزين واحد تاني زي حجازي ورا بامانه، يعني حجازي ده خساره ان هو يمشي من الاهلي يعني حاجه. قول لي شفت النهارده محمد صلاح ازاي واحرازه الهدف؟ وشفت النهارده محمد صلاح كان ليه تاثير ولا لا؟ يعني محمد صلاح رجع من اصابه برده وما عندوش حساسيه المباريات برده، يعني مش فاهم، بس برده جات له كذا فرصه ما عرفش يهدف والحمد لله على كل شيء. مستمرين معاك زميلي عمر، وزي ما انت شايف اراء الاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، زي ما بنقول النهارده يمكن عائله النادي الاهلي كانت بتتابع النهارده المباراه، لكن كان عندنا امل ان احنا نفوز نحرز اهداف. قول لي النهارده شفت الجيم ازاي وشايف تقييمك ازاي للمباراه؟ والله الماتش حلو كويس جدا، ابطال مصر لعبوا رجاله وعملوا اللي عليهم، لكن انا بقول النهارده اللجنه المنظمه كافئت روسيا النهارده عشان تنقل وتروح دور ال 16، النهارده اسوأ حكم في البطوله ده ولازم كل الناس تشوف كده، دفعه واضحه جدا والحكم ما اتكلمش، ضربه جزاء حسبها بالعافيه وبعدين ضرب، لا الدفعه بتاعت الهدف الاولاني اللي عمل لنا الانهيار في الست دقائق دول، وبعدين ضربه جزاء حسبها بالعافيه وضربه جزاء مروان محسن ما حسبهاش، ده حكم ده أسوأ حكم في البطوله جايبه لنا احنا عشان روسيا تكمل، يعني حرام. لكن اللعيبه لعبت وعملوا اللي عليهم، ولا يسال الشناوي راجل ما يقدرش ما يسالش عن هدف، ولا احمد فتحي حجازي عبد الشافي، اللعيبه كلهم عملوا اللي عليهم، لكن برضو لازم كوبر يتغير، لان احنا عايزين مدرب يعمل لنا كره هجوميه شويه، يختار عناصر شباب أكتر احسن من كده. والحمد لله يعني برضه وربنا يسهل ماتش السعوديه بقى يطلع، او بين 2 اشقاء يعني يطلع ماتش رياضي وكويس وخلاص، يعني يلعبوا ماتش للمتعه مش لاي حاجه ثاني. شكرا يا شاكرين جدا. مستمرين معاك زميلي عمر، زي ما بنشوف طبعا اراء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، الكل طبعا كان عنده امل كبير ان هو يفوز النهارده، زي ما بنقول منتخب روسيا كان في المتناول. قول لي النهارده شفت المباراه ازاي وتابعت المباراه ازاي وزعلان اكيد النهارده ان احنا اتغلبنا؟ الحمد لله على كل شيء، ربنا الحمد لله النهارده وفقنا في الجول بتاع محمد صلاح، وان شاء الله يعوضها ان شاء الله الماتش الجاي، والحمد لله النهارده محمد صلاح لسه طالع من الاصابه فيعني لسه بيلعب. قول لي ايه اللي عجبك النهارده في الماتش؟ مين شفته النهارده كان كويس غير محمد صلاح؟ تريزيجيه ضيع كوره حلوه في الشوط الاول، يعني كانت حلوه ما كانتش وحشه، الماتش يعني كان حلو ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. قول لي عايز تقول لكل اللعيبه بقى الفتره اللي جايه لسه كمان مباراه السعوديه، عايز تقول لهم ايه؟ عايز اقول ربنا وفقهم وكسبوا حتى ماتش السعوديه. شكرا. زي ما بنقول طبعا مجهود كبير كان لمنتخبنا الوطني، كان عندنا امل كبير زي ما بنقول النهارده في مباراه روسيا، لكن المباراه القادمه مباراه السعوديه لسه كمان مباراه السعوديه ان شاء الله النادي الاهلي يؤدي اداء رائع. يمكن كمان عايز اخد الاعضاء الصغيرين اللي هم عندهم يمكن اشتياق كبير جدا للمنتخب الوطني وللنادي الاهلي، يقول لي النهارده تابعت المباراه شفت المباراه النهارده ازاي وعايز تقول النهارده بعد المباراه؟ يعني احنا كنا في الاول في الشوط الاول كنا بنلعب حلو، وتريزيجيه كان
كان عامل اداء شويه كورتين في يعني، لكن محمد صلاح دخل وضغط شويه يعني حسينا ان في اداء، لكن الشوط الثاني حصل حاجات تانية خالص، بقينا حسينا ان في استهتار شويه، واحمد فتحي مش عارف اقول له ايه طيب، واللعيبه يعني عمرو مرضى نزل عمل شغل حلو كويس، وحكم طبعا مش عارف اقول له ايه، كره ضربه جزاء والكره الثانيه ما حسبهاش، يعني احنا كان في سوء حظ النهارده يعني. قول لي طيب، هتقولي للعيبه قبل مباراه السعوديه، لسه كمان مباراه السعوديه ان شاء الله نكسب فيها، لكن عايز تقولي للعيبه منتخب مصر؟ مش هقول لهم غير كلمه واحده، فرحونا بس مش اكتر من كده. قول لي شفتي النهارده المباراه ازاي، وعايزه تقولي ايه النهارده بعد المباراه، وقولي لي كمان تابعتي النهارده المباراه ازاي في النادي الاهلي؟ كانت كويسه، بس المنتخب يعني كان يعني ما كانش حلو كويس، بس يعني كانوا بيلعبوا كويس، ومحمد صلاح فرحنا، ويا رب يفرحنا على طول يا رب، والماتش الجاي يا رب يكسبونا يا رب. الماتش السعوديه اللي جاي شايفاه ازاي، وحبي تقولي ايه لكل الفرق قبل المباراه دي؟ لا ان شاء الله نفوز، ونقول لهم شدوا حيلكم شويه. كل الشكر اكيد والتقدير لكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، التصريحات اكيد زي ما احنا سمعنا الكل كان عنده امل كبير الفوز النهارده، كمان زي ما قلنا منتخب روسيا كان في المتناول، لكن زي ما بنقول ان شاء الله مباراه السعوديه يكون لنا هدف كمان، ان شاء الله نحرز عدد من الاهداف، فرصتنا طبعا ضعيفه جدا في التاهل، لكن زي ما بنقول مفيش مستحيل في كره القدم. النهارده كان يوم رائع هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، زي ما قلنا عائله النادي الاهلي كانت تتابع اليوم مباراه مصر وروسيا، النهارده كان في عدد كبير جدا. عايزين طبعا نوجه تحيه اكيد للعميد محمد مرجان مدير النادي، العميد علاء مدير الامن، النهارده كان في عدد كبير جدا 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 بدون اي مشاكل كالعاده في مباريات مصر مباريات النادي الاهلي، ان شاء الله زي ما بنقول زميلي عمر المباريات القادمه لمنتخبنا الوطني تكون مباراه انتصارات ومباراه فرحه لكل الشعب المصري. عوده ليك زميلي عمر وكل مشاهدي قناه الاهلي.